حقيقة بعض الحوادث المذكورة عن بعض حوادث بلطجة حدثت أم أن هذه إشاعات؟ لا لم يحدث أي حدث بلطجة، هو حدث واحد في الجداري. أيوة. كان بسبب مرشح صدر من قرار من اللجنة العليا للانتخابات. أيوة. بحسابه لعدم تأديب الخدمة العسكرية. أنصاره لما راحوا ينتخبوا الصبح ما بوجدوش في كشوف المرشحين. أيوة. فكانوا تجمعوا قدام اللجنة وصرفناهم وبعدين توجهوا إلى أحد الطرق الفرعية قطعوها وتوجهنا معاهم وتعاملنا معاهم وفضلناهم. أيوة. الأمور تمام كانت. قطعوا الطرق وأنتوا تعاملتوا معاهم أمنيا يعني؟ بالإقناع وجبنا المرشح بتاعهم وفهمناه إن ده يسلك الطريق القانوني إذا كان ليه حق. أيوة. ساعات اللواء كان قبل الانتخابات كانت بعض الفلول لما سمعوا عن قانون افساد الحياة السياسية او العزل السياسي او الغدر كما يطلق عليه، هددوا في الصعيد بانه احنا لو حدث قانون منعنا عن المشاركة في الانتخابات او حصل عزل لاحد يعني واحد من الفلول السابقة في الحزب الوطني فان هم هددوا بان هم هيولعوا مصر نار. ما كان موقف هؤلاء المشاركين او المرشحين من الاحزاب الجديدة التي انبثقت عن الحزب الوطني المنحل؟ هو في عدد كبير منهم عزف عن الدخول في الانتخابات، يعني محدش منهم عزفوا ترسح. مفيش حد منهم ترشح الا يعني عزفوا اثنين او ثلاثة، يعني حصل عزوف فعلا من اعضاء الحزب الوطني المنحل. غالبيتهم يعني غالبيتهم. ما خلينا صدور القانون لا يعني تطبيقه، القانون صدر بس لم يستبعد اي حد من الفلول ولا الحزب الوطني. عزفوا فكره هم قالوا هنطلع لو منعنا، هم لم يمنعوا قاعدين بيصوروا ويتكلم على انسق محافظه اسيوط يعني مش يعني كم واحد عزف كده يا فندم؟ لا عدد كبير منهم عزف عن الدخول لمنعنا. عدد احنا عندنا 20 مقعد كان في اسيوط قبل كده، كانت الثلاث ارباع تبعهم يعني. ايوه. فكل دول محدش دخل محدش تقدم يعني. ايوه. التأمين العملية الانتخابية عندكم في الصعيد أمام الصراعات القبلية والعصبيات العائلية الموجودة في الصعيد، كيفية وكم السلاح الكبير اللي موجود واللي هو يعتبر من نسيج المجتمع الصعيدي؟ لا هو احنا من قبل اللي كنا بنمهد لعمليه الانتخاب من فتره من حوالي شهرين. أيوة. كان في حملات مستمره وظبطنا كميات كبيره من السلاح. ظبطتوا كميات كبيره من السلاح. الانتخابات تعدي على خير يعني. ايوه. وبالنسبه للتامين احنا كان في خطه بيننا وبين القوات المسلحه. أيوة. وكان في تامين مكثف سواء من الشرطه او من الجيش، ودي ادت الى ان العمليه الانتخابيه عدت بهدوء، بالاضافه الى ان الكثافه اللي كان الاقبال الشديد من المواطنين على اللجان الانتخابيه ده في حد ذاته ادى الى تامين اللجنه من اي اعمال بلطجه. او الاستاذ جمال عيد عنده سؤال يا فندم، اتفضل. انا بس سياده اللواء انه هل انتوا بذلتوا مجهود ضخم في التامين ولا الناس كانت راقيه وهي اللي حافظت على الامن وثلاثه العمليه الانتخابيه؟ الناحيتين يا فندم، احنا بذلنا طبعا مجهود من التامين طبعا، والناحيه الثانيه برضه كان سلوكيات الناس النهارده منضبطه جدا. بس ما فيش حوادث شغب او عنف فانتوا اتفضيتوا لها؟ لا الحمد لله. طب مش محتاجين طوارئ اهو، ادي الصعيد. لا اسيوط اللي هي الصعيد كمان اهو، اسيوط اللي هي سعاده اللواء يعني. الاستاذ جمال عيد اثار ذلك في بدايه الحلقه وقال طالما الامور مستتبه في وجود كل هذه الجماهير في الشارع وهذا السلوك الراقي للشعب المصري فلا حاجه لنا بقانون الطوارئ. في نفس الوقت حضرتك اسمح لي اسال هذا السؤال، انه إذا كان الأمر كذلك فلماذا يعني وواضح إن الشرطة العسكرية والشرطة في الداخلية ماسكة بيد من حديد العملية الانتخابية ووعدونا إن هم يأمنوها وبيأمنوها ما شاء الله، لماذا لا يوجد هذا التأمين للشارع المصري
في الاحوال العاديه خارج وقت الانتخابات، وانه يكون التواجد الامني بهذا القوه. ما نسمعش عن ان دول قطعوا طريق، ولا دول قطعوا قطارات، ولا ان سمح لهم ونسيبهم يعني يعبثوا في البلاد ويعيثوا في البلاد فسادا. هو عصيد، احنا الحمد لله عصيد بتعيش حاله من الاستقرار الامني من يمكن من بعد الثوره، يعني الحمد لله ما فيش اي، ماشيه الامور تمام عندنا. واحنا في حملات مستمره. وبالنسبه طبعا لقانون الطوارئ، لا شك ان احنا اخذنا بعض الاجراءات، فان احنا اعتقلنا بعض من البلطجيه قبل الانتخابات. ودي برضك هدت الشارع. قرارات اعتقال ولا محوله للمحاكم؟ اعتقال. اهلا بيك. اهلا بيك. بناء على ايه كانت قرارات اعتقال يا فندم؟ بلطجيه، ناس بلطجيه اصلا، معروف عنهم البلطجه ومن الاشخاص سيء السمعه. مسجلين خطر يا فندم؟ نعم يا فندم. مسجلين خطر؟ ايوه يا فندم. مسجلين خطر جدا. ما فيش حاجه اسمها مسجلين وبلطجه. في هو في لحظه مارس سلوك مخالف للقانون فقدمه للنيابه او ما مارسش. يعني بلطجيه بناء على ايه؟ تحريات امن الدوله؟ أنا تاني أنا آسف بكررها كتير. طب أنا متسجل بلطجي. لا لا والله العظيم ده حاصل، يعني بناء على تحريات قديمة ولا جديدة؟ أنا إسماعيل الشاعر اللي في تورة دلوقتي مقفيشني إيده رجل وأنا متسجل، فهل إحنا بناخد الناس بظلم تاريخي ولا حاليا هو خالف قانون فنحترم دولة سيادة القانون نقدمه للنيابة العامة؟ يعني إيه بلطجي؟ راجل عمل جريمة وهو صغير افضل عاقبه عليها طول العمر. لا بالتاكيد الانتخابات مش مشكله، يعني لا مش اعتقاد. سياده القانون هي سياده هو مبدا ولا كيفيه؟ يا استاذ جمال، يعني احنا لا نعيش في دوله كلها من الملائكه، يعني الشعب كله مش ملائكه. مش ده سؤال سياده القانون؟ يعني انا من عندي ناس مرشحين للرئاسه على 42 بلاغ محطوطين في درج يا دكتوره، يجي لي مواطن عشان غلبان اطبق عليه قانون الطوارئ؟ حرام، دي مش هو سيادة اللواء برضه اكيد مش موضوع، يعني اكيد ايوه سيادة اللواء. يعني احنا بنتكلم في الانتخابات بس، هل لديك رد على الاستاذ جمال فيما يتعلق بهؤلاء المسجلين خطر؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه عشان نعتقد؟ عملوا ايه او كان لهم حديثا يعني حوادث بلطجه حديثه؟ كان لهم وقائع حديثه طبعا، وبيروعوا الشارع. والكثير منهم عندما اعتقل لاقى قبول لدى الناس وفرح لدى الناس في الشارع. يعني كانوا بيروعوا الناس في الشارع، يعني معاه سنجة في الشارع ده بيحمل سلاح ابيض يعاقب امام النيابه كده. طيب احنا هنخش بقى في الموضوع البلطجيه ده قصه ثانيه. شكرا سعاده اللواء محمد ابراهيم، وان شاء الله بكره باذن الله يمر بسلام وربنا يوفقكم باذن الله.